أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. شكرا 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 شكرا. إذا مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص ولادنا تحت جناحنا. علاش ولادنا تحت جناحنا؟ لأن ولادكم هما ولادنا، ومن خلال هذه الحصة نعطيكم نصائح اللي تفيدكم في التربية تاع ولادكم، تفيدكم في حياتكم اليومية. هذا هو الهدف نتاعنا، نجيبوا معنا دائما أخصائيين يساعدونا في نصيحتكم. اليوم حصة مهمة جدا، حصة الرؤية عند الطفل، يعني لا فيو لا فيزيون شي لونفون، شيء مهم مهم جدا. العينين هما أعز ما نملك. إذن باش نقدموا لكم النصائح هذو اليوم معايا الدكتورة أسيا زياني المختصة في طب العيون. تفضلي تفضلي. مساء الخير. تفضلي أستاذة، مرحبا بك، شرفتينا شرفتينا. تفضلي مدام، تفضلي تفضلي. نستقبلوا كذلك المختصة في علم النفس السيدة تفاحي هنية. مرحبا بك مدام، مرحبا بك. تفضلي مدام، شرفتينا، مرحبا بك، مرحبا بك. ونستقبلوا كذلك المختص في علم التربية اللي هو السيد نور الدين لابري. مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بك. مشارك لفهز. شكرا. شرفتنا، تفضل 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 أستاذ، تفضل تفضل. كذلك في كل مرة نجيبوا الطفل يدير الواجبات المدرسية نتاعو. اليوم معنا الطفل علال، مرحبا بك، تعال تعال علال. واش راك ولدي؟ لاباس؟ واش راك؟ قول لي علال، في الواجبات المدرسية نتاعك كي ترجع للبيت في الأسبوع، أيام الأسبوع يعني، وقتاش دير الواجبة تاعك؟ كي تلحق للدار تستعفى شوية ولا واش دير؟ نرتاح من بعد ندير. ترتاح شوية وتشرب الحليب ديالك. هاي برافو. وكذلك واش حبيت تقول للأطفال على الواجبات المدرسية؟ واش لازم كي هل مليح أنهم يأجلوا الواجبات للغدوة ولا لازم يديروهم ولا كيفاش؟ أعطيهم أنت الخبرة نتاعك كيفاش في الواجبات تاعك. لازم يديروا الواجبات باش تكونوا ملاح في قرايتكم، ولازم يديروا الواجبات بانتظام بانتظام، ما يخلوش لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ففي الغد عمل آخر. يا أخي إذا علال تروح لهذا المكتب الجميل اللي وجدناه لك، تروح دير الواجبات المدرسية نتاعك. تفضل وليدي تفضل. وانتم ثاني يا اطفال راكم تشوفوا فينا، ما عليكم الا تروحوا ديروا الواجبات المدرسيه نتاعكم. بالتوفيق بالتوفيق. العينان هما اعز ما نملك، وعلى بالك يكون وليدك ما يشوفش مليح ولا وليدك عنده مشكل في العيون نتاعو او شيء خطير وشيء راهو قادر يقلقك وقادر يغير حياتك. إذن اليوم رايحين نعالجوا هذا الموضوع، هو الرؤية عند الطفل، وخاصة أن بالنسبة لي الشيء المهم هو الطفل في سن التمدرس، ولكن احنا نتكلموا على الطفل في كاع المراحل النمو تاعو، ولكن رايحين نركزوا شوية على التمدرس لأن الرؤية مهمة جدا في التمدرس. معنا أخصائيين اليوم اللي رايحين يعطوكم نصائح إن شاء الله تفيدكم باش تتعاملوا مع هذه الحالة هذه. مرحبا بكم، مرحبا بكم. ماذا بنا اليوم نتقسموا هذه الخبرة هذه نتاعكم مع المشاهدين اللي مشوا فينا، لأنهم يتسألوا جاتنا تساؤلات كثيرة مع الأولياء وكامل، كيفاش يتعاملوا، كيفاش يعرفوا، كيفاش، لأنه بالمرات ولي الأمر ولده ولا بنته ما يشوفش مليح وهو ما على بالوش. يعني احنا رانا هنا باش نضربوا هذا الناقوس الخطر هذا للأولياء. إذن أستاذة زياني دكتورة مختصة في طب العيون، ماذا بينا تكلمينا على الخبرة نتاعك في المجال هذا تاع خاصة الرؤية عند الطفل، لأنه جينيرالمون نعرفوا بلي الإنسان ما يشوفش مليح في الطفولة في الطفولة، ولكن تكلمينا على الدياغنوستيك روتاردي، على يعني الأولياء اللي يطولوا يعني الكشف هذا المتأخر، واش هما لي كونسيكونس نتاعو كامل، وكيفاش نقدروا نتفاداو هذا المشكل هذا. تفضلي يا استاذ. مساء الخير. مرحبا بك. يعطيك الصحه على هذه الحصه. هذا المشكل مشكل كبير في بلادنا. الاطفال بزاف يجيونا في عمر 14 سنه 13 سنه هما ما كان عندهم حتى
علاج عند طبيب العينين، ما جازوش في عمرهم اوكين كوريكسيون. خطرات يجيونا 14 سنه ما يشوفوش، الرؤيه تاعهم ناقصه، وهما ما جاوش من خطره واحده في حياتهم عند طبيب تاع العينين، ماشي خطره ماشي زوج اللي جينا في الفحص تاعنا اليومي. صدر نتسالوا كيفاش هذا الطفل كان يقرا، كيفاش يحصل 14 سنه، كيفاش قرا، كيفاش كان يشوف، كيفاش يعني الحاجه الاولى كي ما يقراش طفل، الحاجه الاولى اللي لازم يتسائل عليها الاب ولا الام قبل ما يبدا يدير له لي كور ولا يبدا يشوف يعيط على وليده ولا، الحاجه الاولى لازم يديه عن طبيب تاع العينين. بالضبط هذه هي الحاجه. عبرك استاذه، انا شخصيا بنتي كانت صغيره قريب ما فقتش، لانه كانت عندها نتائج غير مستقره، ريزولتا سكولار تاعها ايتي انستابل مي عمرنا ما فهمنا مع الاول، يعني نهضر على الطور الاول كي قعدوها القدام في الطابله الاولى النتائج تاعها هايله، ومن بعد كي من بعد باش فهمنا، من بعد كي قعدوها في الطابله الثالثه في الطابله الرابعه النتائج كارثيه، يعني كارثه. يعني انا نقول للاولياء، هي على كل حال انا نظن الفحص الطبي تاع العيون يعني لازم يكون دوري، فوق سوا بيريوديك، لازم كما قلتي قبيله ما نقدروش نقبلوا انه طفل يلحق 6 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين ولا وعمره ما راح الطبيب تاع العيون، لانه العين هي الحياه، العين هي الحياه. اذا كان يعني انا شفتها مع ناس يا اخي الى تذكري استاذه، درنا مع بعض هذيك العمليه، ارى افضل لادرس احسن، وراح تكرر هذا العام ان شاء الله، راح نكبروها. شفنا اطفال من عائلات فقيره ومعوزه، والله كي لبسوا هذوك النظارات شفنا هذيك البسمه نتاعهم، يعني الحياه تغيرت، تبدل كلش، الحياه تغيرت كومبليتوم. دونك واش نقدروا نديروا من بعد نتكلموا يعني على الدور تاع وزاره التربيه وعلى المدارس وعلى كاع المنظومه التربويه في هذا المجال هذا. فات هي ماشي برك على جال عائله فقيره ما عندهاش الامكانيه تروح عند طبيب، خطرات على جال برك ما نخموش ليها، ما نديروهاش في بالنا، ما نحطوهاش في بالنا، مجانيه ولا يقدروا يروحوا للمستشفيات. هي مجانيه، الفحص تاع الاطفال مجاني في المستشفى، ما نخموش ليها، ما نقولوش ما نديروش في بالنا وليدي ما يشوفش، ما نديروش في بالنا ليك وليدي عنده عينو ناقصه. هي نورمالمون في المفروض كاين حالات وين الاطفال لازم نشوفوهم كيزيدوا من الاسبوع الاول مر زياده ديالهم، خاطر كاين امراض اللي يقدروا يكونوا يقيسوا الطفل على الصغر. مثلا باغ اكزومبل الام اللي يكون عندها الميكروب تاع لا توكسوبلاسموز في الحمل، الطفل كيزيد لازم نشوفوا طبيب تاع العينين. الطفل باغ اكزومبل اللي زاد قبل الوقت البريماتوري، سورتو اذا دار كان فلاكوفوز وداروا له الاكسجين، يلزم كيزيد نفحصوه، لازم الطبيب تاع العينين يفحصو. مثلا تانيك الطفل اللي عنده في العائله تاعو لا كاتراكت كونجينيتال، ضبابه تاع العينين تاع الدراري، ولا الجلوكوم كونجينيتال، عنده خوه عنده هذا المرض، كم هاد الامراض عائليه يلزم يفحصوهم طبيب العينين كيزيدو في الفتره الاولى في الايام الاولى في الاسبوع الاول تاع زياده، هذا الطبيب تاع العينين اللي يشوفهم. ومع الحالات الاخرين كاين اللي يتبعوهم لي جينيراليست، يشوفوهم او يشوف طبيب بور لي فاكسان، او يشوف طفل بور حاجات واحد اخرين، يراقب النمو نتاع الطفل، يشوف اسكا بامبل في شهر ولا هو اسكي الفيكس، اسكي يشوف الفانوبجي كي يقفل 3 شهور 4 شهور، يشوف اسكي يتبع الطفل، واذا يفيق بليك حاجه ماشي مليحه يوجهها للطبيب تاع العينين، يوجههم يقول له يلزم تروح عند طبيب تاع العينين. يعني لو جينيراليست هو اللي يوجه. كاين حالات اللي يلزم يجوزوا مفروض عليهم عند طبيب تاع العينين كيزيدوا هذه الحالات الخاصه، وكاين حالات وين لو جينيراليست يتبع الطفل على جسمه كامل، وكيشوف حاجه ماهيش مليحه يبعثوا باغ اكزومبل الا شاف في المومو تاع الطفل بيض المومو ديالو، هذا يقدر يكون ان سين تاع لا كاتراكت كونجينيتال، ضبابه تاع الدراري ولا تاع لي تيومور تاع الدراري تاع لو ريتينوبلاستوم، يبعثوا عند طبيب. الا شاف بليك طفل عينه راهي دايره، ولا شاف باغ اكزومبل عينه تزغد لو نيستاغموس، يبعثوا عند لوفتالمولوج هو اللي يتبعوا. وكي يقفل الطفل 9 شهور نورمالمون كاع الاطفال يكون عندهم عند فحص عند طبيب تاع العينين، الفحص الاول في 9 شهور يجوزوا عند طبيب تاع العينين، خاصة إلا زعما عنده الأب ما يشوفش الأم ما تشوفش، كاين فوالا كي تكون لاميوبي في لافان بريديسبوزي لاميوبي، 9 موا يلزم يجوزوا خطرة وحدة عند طبيب تاع العينين، بس كاين حاجات ما يقدرش يشوفها لو جينيراليست، يشوفها طبيب تاع العينين بس عنده تاويل كثر. بالضبط. ومع يجي الفحص تاع عامين كي يبدا طفل ينطق فلاش فيربال، يبدا ينطق طفل، هذا ثاني كيلزم نديروا الفحص، والفحص
قبل ما يدخل المدرسه. المدرسه 4-5 ans قبل ما يدخل، هذه ماشي برك سي اوبليغاتوار، هذه لازم تكون، لازم القانون ما يخليش الطفل يدخل المسيد. من غير معقول، من غير معقول انه الطفل يدخل يقرا وما يشوفش مليح. نورمالمون قبل ما يدخل المسيد يديروا له اون فيزيت اوبليغاتوار، لو كان ما عندوش الورقه تاع الطبيب تاع العينين ما يدخلش للمسيد. بالضبط. نورمالمون سا دوفغي اتر هكذايا. جو سوي داكور في هذه النقطه. وفي هذه الفتره كامل الام ولا في العائله إلا شافوا حاجة ماشي عادية في الطفل، مثلا طفل عينيه يحمروا بزاف، يحمروا راسه يوجعوا، راسه يوجعوا، يشوفوا هكذا يغلق عينيه، يزير في عينيه باش يشوف، يدير دي غريماس في وجهه، يعوج راسه إلا انتورتيكولي يعوج راسه، كيشوف حاجة يلصق فيها باغومبل كايد كولورياج ولا يلصقوا في وجهه، كيحب يقعد في الطاولة الأولى كيما راك تقول الطفل، هذا سان سين دو ميوبي، سافو دير كراهو يشوف القريب والبعيد ما يشوفش، قصر البصر. دونك هذا سان سين ولا تشوف مع لا تيلي طفل يتقرب بزاف لا تيلي في الدار، الا تقرب لا تيلي سافدير كو بالك راهو با بالضبط فوالا ميم النمو تاع الطفل، الا الام شافت بليك وليدها بليك راهو عنده 5 شهور وما يتبعش لو بيبرون ولا لي زوبجي ولا، لازم تتحير شغل هادو مع علامات صغار اللي خلونا نشكو طفل اللي ما يقراش. الحاجه الاولى اللي قلت لك يجوز عند الطبيب تاع العينين قبل ما نبدا نعيط على وليدي نقول له علاش، باسكو باغ اكزومبل ان اونفون اللي عنده لاستيغماتيزم كيفاش يشوف، يشوف حاجه دوبلي باغ اكزومبل يخلط بين البي والاف ولا كاين حروف البي والدي ولا لو 8 مع الزيرو، مع دي غلط في الحساب تاعو تقول له الام علاش تغلط في الحساب، هو ما شافش، ما شافهاش، ما فرقش بين الزيرو والبيت، فوالا هاو غلط باسكو ما شافهاش. والطفل ما يقدرش يقول لك ما نشوفش، ما على بالوش شنو هي الشوفه المليحه، مثلا طفل اللي يشوف 4/10 راهو يقدر يعيش في الحياه اليوميه عاديه عاديه عاديه، مي بصح هو ديتاي بصح هو لا لا هو عنده هذه هي الحياه، تحسب له الام تاعو تشوف هكذا كامل. شفت البسمه هذيك تاع الطفل كي دار لي لونات لاول مره، كيدير له نوادر قال هذه هي الحياه، ما كانش شايفها هكذا. والاطفال يتقبلوا النظارات فاسيلمون، ماشي سورتو كي يشوفوا الشوفه تحسنت. بالضبط. ما يقدرش الطفل يقول لي ماما ما نشوفش 4 سنين 3 سنين يقولها، ما يقدرش الا ما فحصناش حنا اللي يلزم نديوه. ميم اذا على بالنا بليك ولدنا جانا ما عنده والو يلزم نفحصوه، يلزم نديوه عند الطبيب. شكرا استاذة. استاذة التحية الأدبية نتكلموا على الجانب النفسي، يعني طفل مثلا طفل ما يشوفش مليح، طفل سي سور راح يكون عنده قلق، بالك قلق، بالك يتخلق اكثر من صحابه، بالك هاد الاعراض هادو اللي نقدروا من خلالهم بالك الاولياء ثاني لازم كاين الاعراض هادو اللي قالت لك يدور راسه ويزير عينيه وكامل، كاين هاد الاعراض هادو النفسيه اللي ممكن بالك تولد عنده قلق، بالك يولي ما يحبش يروح المدرسه، بالك هادو الاولياء لازم ينتبهوا لهم باش. نعم، هي في الحقيقة يعني أحيانا احنا الحالات اللي جاتنا للمستشفيات سور تيتخ كونسلتاسيون تيتخ إكسترن هي أطفال اللي فعلا لقاوهم ما يشوفوش، يعني احنا مع الأول ما يجوناش، هما الإجراءات الأولية راح يكون عن طبيب العيون، سادير سي لو بيدياتر هو اللي يبعث له، ومن بعد أب غير يفيقوا يبدا الهلع والخوف وتجي لا مامون، هنا تولي عندي الاستشارة راح تولي على 2، تولي ناخذ الأم كحالة نفسية parents, le parental, voilà, plus l'enfant. On a beaucoup plus les parents parce que l'enfant, à 5 ans, il ne sait pas ce que je veux dire. Et surtout qu'il a fait, voilà, qu'il a fait à chaque fois, il a fait un petit peu de temps. هنا لازم تكون الكفاله تاعنا نتكفلوا بالوالدين شغل بون لازم بون كما يقول لك الحادثه اذا وقعت وقعت وان لكل داء دواء هاد العينين عندهم دواء ولازم نفهمهم بلي كاين علاج نديروا حصص ونجيبوا هذاك الطفل نفهموه باغ اكزومبل اللي هو والطفل العادي ماشي كيف كيف هو ما يشوفش مليح ولازم الاستاذ يكون على درايه بذلك باش يديروا له اماكن خصيصه له كذلك هنا نربطوا العلاقه بينه وبين الاوتيستيك باسكو الاوتيستيك الحاجه الاولى اللي يشوفوها فيه سي لو روغار ما عندوش النظره الاوتيستيك هنا لازم تنتبه كاين امهات جوستومون كاين امهات تجي تقول لك انا نحس باللي وليدي ما يشوفش مليح تقول لها هو بغايس يعني فوالا تقول لها علاش هنا لازم لنا ليكزام اوفتالمولوجيك لازم لنا اوغيل لازم نحددوا باللي ما كاش اي عضو مصاب باش نبعثوه للاخصائي يعني انا هنا الدور تاعي كاخصائيه راح يجيني بعد الاوفتالمولوج ما راحش يكون مقبل هي مليح انه الاولياء يكون عندهم هذه الخبره هذه باش يكتشفوا هذه الاعراض
يعني ولا لازمش تاخذ اي حاجه بالساهل، باسكو بالمرات بالمرات حتى احنا كبار راسك يوجعك يقال غدوه خلاص غدوه نصبح مليح. شوف استاذ يزيد كاين ملاحظات نعطيها الاولياء، احنا باغ اكزومبل الاولياء كي نروحوا نشوف تشوف خوك ولا انت تنتبه للصغير باللي كاينه حاجه جديده فيه، هو عايش معه ما يفيقش، من تا كي تقولها تقولها له ما يتقبلهاش، يعني يقدر يكون علاج مبكر، بصح لو كان يكونوا هما عندهم هذه الدرايه، تكون عندهم قابليه النقد، باغ اكزومبل كي نقولوا راني نشوف بلي وليدك كي دخلت باغ اكزومبل ما خزرش كامل فيا وعلاش؟ يقول لي لا لا هو كان يشوف تلفزيون، من بتت رحت لحاجه واحده اخرى، هو ما يقدرش يروح، يعني هذه لازم نكونوا حنايا كاشخاص لازم نتقبلوا وتكون باغ اكزومبل غير يقول لك واحد حاجه تقول لو كان ما شافش فيها ما يقولها ليش. بالضبط لازم ندير بوان دانتيغوغاسيون ونحوس نفهم في هذاك الشيء. مليح مليح مليح. استاذ لابري ماذا بيان المنظومات التربويه نظن عندها اهميه ومعنيه جدا جدا بهذا الامر هذا، لذا احنا في العمليه تاع ارى افضل لادرس احسن ربطناها مباشره بالدراسه وراح نعموها ان شاء الله عن قريب وراح تمس خمس ولايات خمس نواحي في الوطن، وراح نجهزوا 4000 طفل معوز في سن التمدرس بنظارات طبيه، يعني هذا مشروع كبير ان شاء الله ضخم رايحين نتعاونوا عليه بزاف كما درنا العام اللي فات، ولكن هذا العام راح يكون اضخم ان شاء الله، ربطناها بالدراسه. دونك ماذا بينا توضح لنا كيفاش تتعامل المنظومه التربويه مع هذا الامر هذا، هل ترى المربيين والمعلمين عندهم درايه بهذا الموضوع، هل ترى هناك تحسيس في التكوين تاعهم لهذا الشيء، كيفاش يتعاملوا مع هذا الموضوع، ماذا بينا توضح لنا هذا الامر هذا. السلام عليكم. مرحبا. حقيقة لو نتكلم عن الناحية التربوية والتعليمية فإننا نرى أن من أسباب الإخفاق المدرسي، يعني باش نلخصها ربما غير في 3 أو 4 نقط، هي كثيرة جدا ولكن باش ما نطولش كثير ممكن يكون سبب يعني هذا. نعم سبب. هو فيه أسباب يعني عوائق يعني عوائق مرضية باثولوجيك يعني جسدية وكذا في الطفل، هذه رايحة تأثر لا محاله في على قدرته على الاستيعاب وعلى التعلم. نفتح قوسين فقط ما تعطيني هذه الفرصه. جميل. اليوم في اوروبا وين يدرسوا كثير الجانب التربوي ما عادوش يتكلموا كثير عن لو مو ايشيك سكولير ديفيكولتي دابرونتيساج. اكزاكتومون يعطيك الصحه بارك الله فيك. بالضبط. ولو يتكلموا عن لابرونتيساج عن صعوبه التعلم لا ديفيسيونس يعني حتى بالمصطلح لا ديفيسيونس بالضبط يعني حتى ولات حتى لو كلاسمون يعني الترتيب الترتيب تاع الدول المتقدمه في التعليم اصبح ب لابرونتيساج يعني يقول له باللي انت راك تقري مليح ولكن الاطفال تاعك الاستيعاب تاعهم قليل. يعني مام اذا كان لو نيفو تاعك عالي الاستيعاب راهو قليل. يعني جميل شفت دونك حتى الترتيب تغير يعني. دونك انا نظن باللي كل معلم كل مربي يشوف درجة ممكن هو يكون اكسلون يعني ولكن ماهوش يوصل توتافي. بالضبط. احنا شوف في الاخفاق المدرسي مش معناه ان التلميذ يعني ما نقاطعكش الاخفاق لا مليح راح تتجاوب معايا راح نديروا له حلقه كبيره راح تتجاوب معايا وطويله سي يزيد هذا معناه انك عندك معلومات قويه فيما يخص البيداجوجي لا بسيكولوجي نو سي تري امبورسي فيما يخص الطفل راك تجاوبت معايا الحمد لله. اذا قلت لك التلميذ اللي يخفق في الدراسه نتاعو مش بالضرورة أقل ذكاء بالضبط من واحد آخر اللي بالضبط. راح جاز ويتنقل من قسم إلى قسم لا، وإنما عنده إشكالية عنده صعوبة في لابرونتيزاج، وهذه الصعوبة الأسباب تاعها قلت لو نقولها في 3 أو 4 نقاط بسرعة هكذا، هي الأولى اللي تكلمنا عليها دي بروبليم بيرسونيل يعني باثولوجيك وكذا إعاقة يعني مرض حاجة باينة. بعد نجي للنظر اللي هو منها يعني ثم كاين اللي هو شيء طبيعي ومعروف هو الوسط الاجتماعي الثقافي العائلي الاقتصادي اللي يعيش فيه هذا كذلك يؤثر. كاين اللي خاف يدي ولدو عند الفطرمون يقول لك من بعد باش نشري نواضر ما عنديش. كاين وكاين باش نكمل في الاسباب كاين المنظومه السيستم اللي ويمام. انا سمعت بلي وزاره التربيه يعني من خلال المدارس تجهز اطفال معوزين. نعم بالنظرات نعم. كل سنة. هيا سيدي نروحوا لهذه النقطة باش ما نطولوش كثير. شيء نعم. جميل. النظر هو جميل. هو من المشاكل اللي تلقاها المعلم والمدير وكذا
فيما يخص التلميذ المتمدرس. وهنا أنا كما تفضلت الأستاذة المختصة في طب العيون، الأولياء ما يلعبوش دور. أنا مانيش نتهم، أنا ضد التهم. قال هذا مسؤول هذا مسؤول. أنا سونسيبيليز، حنا رانا نحسوا في الأولياء. سونسيبيليز حنا الأولياء نحبوهم. يعني شوف حتى الأولياء مساكن، يعني حتى الأولياء شوف المسؤولية عندهم مسؤولية كبيرة في العملية التربوية والتعليمية. بالضبط، ماهيش المدرسة وحدها، المدرسة وحدها عملية تكميلية. تكميلية، بارك الله فيك. وبالتالي لازم الأولياء يشعروا ما دام عندهم أعز ما يملكون في الدنيا هي فلذة أكبادهم أولادهم. بالضبط، بالضبط. وبالتالي لازم يتحمل هذه المسؤولية. بالضبط، لازم يتحملها ولازم يعتني بها باش يساعد أولاده أولا والمدرسة ثانية. جميل. فهي رأيت كلمة مشكورة. جميل. بأنه الاكتشاف تاع النقص في النظر لازم يكون مبكر عند الطفل. بالضبط، والأولياء لا يبالون بذلك. هذا هو عليها رانا هنا اليوم باش نحسوا في هذا الموضوع. هذا حتى يجوا للمدرسة سواء الابتدائي وحتى الإكمالي. حتى في الإكمالية تلقى طفل بنت أو ذكر هو ناقص في النظر ولا واحد على باله به. بالضبط، بالضبط. المشكلة أستاذة 13-14 سنة عملنا في الإكمالي 13-14 سنة تاع الإكمالي، يعني كارثة. كارثة بكل هنا الطفل في سن معين يشعر بنفسه، يعرف بنفسه بانه ما يشوفش مليح، هكذا نقولوا ناقص في النظر، ويعرف روحه. لكن واش يدخل هنا؟ يدخل فيها علم النفس، وخاصه عند البنات هذه نقولوا هذه ظاهره. يقول لك انا لو نقول ما نشوفش مليح اولا عيب، وثانيا لو نروح للفطالمور وكذا راه يقول لي دير النظر، وكي ندير النظر كذلك النظره نتاع الاخر تتغير عليا اللي بلي نقص. فهمتي. هذه كانت زمان بكثره، اليوم بدات تنقص. هذه الفكره بدات تنقص. انا نشوف انا اولاد دايرين النواظر نقول لهم بارك الله فيكم، وراهم واعيين اللي بلي النواظر وكونترير صافي بو بارفوا، يعني بيان سور بيان سور. حتى ولو كانوا بيوضا صافي انتيليكتويال شويه. بيان سور صافي انتيليكتويال، صافي انتيليكتويال. صافي انتيليكتويال. واللي يديروا النظارات في اوروبا حتى ليزادولت ولا حتى الاطفال بكثره اليوم صفحات النظاره، يعني شيء عادي. هذا اليوم، لكن نتكلم لك عن سنوات الماضيه. الله يخليك. كانوا ما يحبوش يبينوا امراض تاع ولادهم، خاصة هذه كان شوية عيب، شوية عيب، وكيفاش بنتي تولي فيها كذا. يخلونا هكذاك. واش يصرى؟ يصرى تلقى التلميذ ذكي، يعني هذا الأستاذ الماهر يكتشف عند تقييمه، يلقى التعامل تاعه مع هذا التعامل ذكي وكذا، ولكن في التحصيل خاصة الكتابي ما كانش، حتى يفيق يعرف اللي بلي الطفل يخصو النظر. في السنوات الأخيرة واش راه يحدث في المدارس تاعنا؟ وهذا دائما بفضل المجهودات تاع وزاره التربيه. انا مانيش نمجد في وزاره التربيه، لا ولكن كل الواقع انا قلت لك السيستم ايديوكاتيف عنده مسؤوليه في الاخفاق المدرسي. لا ولكن بالضبط حنا رانا هنا، ولكن الحاجه المليحه نقولوها، شوف اللي سكون ابل لي دي اس لي زونيتي دو ديبيستاج سكولير، هذو وحدات الاكتشاف المدرسي، الفحص الطبي المدرسي. المدرسي المدرسي هذه الوحدات اللي هضرنا عليهم في الحلقات. نعم. اللي فاتوا اللي استكلفوا باش يديروا فحص طبي وفيها العيون. نعم. كاين الاسنان والعيون. الأوفتالمولوج ويجيب هذيك تاع المدارس. نعم، ماشي كاين في كاين يونيتي او نيفو دون ريجيون وتابعين لها مدارس. إلي ان بروغرام دي ديريكتور دو ليدوكاسيون ناسيونال في الولايات، في كل بلديه او زوج بلديات، صحيح عموما في كل بلديه. انا نتكلمك على الوسط، انا ما نعرفش. ينقلوا للمدرسه قلت لي. هما اللي يجوا الى المدرسه دكتور. مش حل من مره في السنه صدر. يجوا، لا ما يجوش دائما. معليش، مره في السنه، مره في سنتين. لا يجوا في السنه الاولى ابتدائي. يجوا في السنه الاولى متوسط. من بعد يجوا في السنه الاولى ثانوي، يعني 3 سنين من بعد. يعني في الدخول. من بعد يجوا في السنه هذي. في السنه النهائيه تيرمينال. في بدايه التطور. Tous les 3 ans, il y a l'UDS, هذه l'unité de dépistage qui vient. يجي ليكيب وتقعد 5 أيام 6 أيام. بكري كانوا المدارس يروحوا من بعد صارت لي زاكسيدون لي ميزور ولات هما يجيو. والمدارس دركا فيها الالاف دركا لازم يجيو. المدارس دركا فيها بزاف الغرشي. فيها بالمرات المدرسات فيها 500 600 يجيو ونخصوا لهم قاعه ويجوا يقعدوا ويديروا لهم. الاوفتالمولوج جو ان رول تريز امبورتون. ونزيد نقول لك في النتائج، خاطرش كاين ان روجيستر. ان روجيستر سيبوا بالك 10 20 30%. فوالا نلقاو كثير من التلاميذ ناقصين، ما نقولكش وما على بالهمش. لو كان يكون لوالديهم، لهما لوالديهم. هذا هو الشيء اللي يعني رانا عليه هنا. هذه ينيرونا احنا
نعرفوا احنا شكون اللي شكون اللي ناقص في النظر وناخذوا اجراءات سهله. كاينه ظاهره جاب لي ربي كي راهم يديروا هاد لي تيست يديروهم بزوج عينين محلولين، ما يديروهمش عين بعين، باسكو بشحال من خطره يجوني اطفال كبار يكون عين وحده تشوف مليح وعين وحده ما تشوفش مليح، عندهم سكون ابل لومبليوبي، سادير طفل كيخدم كيحل عينه في زوج يخدم غير بعين وحده، هو ما يفيقش باللي العين الاخرى ما تشوفش. فوالا فوالا. وهذيك العين كي ما يخدمهاش تولي فنيانه، شغل لو سيرفو تاعو يولي يفا فافوريزي عين وحده. داكور. ويلحقوا 14 سنه ويكونوا هكذاك شغل بعد خلاص 14 سنه العين فنيانه ما نقدروش نعاودوا نشطوها، شغل واعر سا برون بلوس دو طون سي بلو ديفيسيل باش نعاودوا نشطوا هذيك العين. بالك يديروا لهم هاد لي تيست يديروا لهم بزوج عينين وما يديروا لهمش عين بعين. بلاك دكتور اش بيبا هذه ظاهره تتعاود بزاف. معليش معليش انا نقول لهم عندنا لهم كي ديروا لي تيست ديروا عين بعين. نقول لهم هكذا الاخصائيه قالت لكم قالت ممكن لا لا معليش بيان سور بيان سور بيان سور هذه ظاهره تجينا بزاف في لي كونسلتاسيون. سي دي كا سي دي كا بالك سي دي كا بزاف الحالات ولكن بصفه عامه بصفه عامه. عندي نقطه دكتوره، مثلا الاولياء راهم داروا النظارات لاولادهم، كاين بزاف الناس اللي عم بالوا النظاره هذيك الايترنال يعني تقعد حتى يموت. نو فوالا دونك حنا ماذا بينا تكلمينا على لا بيريوديسيتي تاع هاد النظارات كيفاش يتغيروا كيفاش يتغير حتى لا كونسلتاسيون. اسكو ان اونفون كيدير اون كونسلتاسيون ويقولوا له بلي راك تشوف 6 سور 10 ولا اسكو سي ديفينيتيف ولا نعاودوا ولا ماذا بينا توضح لنا؟ فيت الطفل كي نشوفوه باغ مثلا هذوك كيما قلت لك المراحل اللي شفناهم دونك اليوم طفل الا شاف 10 على 10 في لو تيست تاعو ما معناتوش طول حياته حيشوف 10 على 10، لازم خطره في العام يجوز عن طبيب تاع العينين. دونك مره في السنه خطره في السنه سي كيما السيارات نديرو لهم كونترول. وين الطفل مثلا نزل من 10 على 10 ل 7 على 10 ولا يقدر يتغير الرؤيه تاعو كيما النمو تاعو القامه تاعو تتغير كيما الحجم تاعو يتغير كيما الرؤيه تاعو تتغير. والطفل اللي يجيني اليوم نواضر يلزم نشوفه كل 6 شهور باسكو النواضر هذوك يتبدلوا كيما يتبدلوا حوايج ديالو كيما يتبدل كل 6 شهور لازم يلزم يجوز عند طبيب تاع العينين يلزم يفو توجور دي كونترول. وكي نعطوا النظارات للطفل لازم نعرفوا نخيروا النظارات باغ اكزومبل نشوف شحال خطره يجوني اطفال عندهم نظارات صغار نظارات يهبطوا لهم هكذايا يلزم النظارات تكون كبيره تغطي مليح العين ولازم لي كار بيبيلار هذاك اللي انفورتون يفو ريسبكتي. وكي تخدم نوادر عند لوبتيسيان لازم تجيبهم عند طبيب بور فيريفي باسكو دي فوا يا دي زيرور كونت يا دي زيرور الطفل ما يقدرش يفيق باللي كاين غلطه ولا ما كانش غلطه دونك يفو توجور كونفيرمي كو ما كانش خطا في النظاره هذيك. والنواضر ما يتحطوش غير ساعه في النهار ولا ساعتين لازم يعرفوا لي بارون باللي كي يعطيك طبيب النظاره من اللي ينوض حتى يرقد حتى ترقد فوالا حتى يرقد هو يديرهم ماشي يديرهم برك يقول لك روبوزونت سان اكزيست با دي لونيت روبوزونت ما هاديه سي ما كاش منها سي كي شغل تقول لي واحد ماشي مكسر من رجله يمشي بعكازه باش يروبوزي رجليه داكور فوالا بوغ لي زيو سي باغي سان اكزيست با سوا ما نشوفوش نسحقوا نوادر سوا نشوفوا ما نسحقوش فوالا ما نسحقوش نوادر فوالا دونك هذا الطفل يزبي يلبس نوادرو دائما وكل 6 شهور يروح عند طبيب تاع العينين ويشوف اذا راهو مليح يخلي له نوادرو ماهوش مليح يبدل له نوادر ولا يدير له الرياضه لا ريدوكاسيون باسكو خطرات النوادر العينين مالغري نوادر ما يطلعوش 10 على 10 يلزم نديروا لا ريدوكاسيون و بلوتو اون برون شارج لونفون هذا كي يكون صغير نقدروا نسترجعوا الشوفه خير من اللي لو كان تهلينا فيه على الكبر باسكو كي يكبر خلاص يا لومبليوبي حنا نخافوا هذيك العين اللي تولي فنيانه دونك بلوتو نتهلاو في الطفل هذا احسن تكون النتيجه ديالنا احسن تكون لي ريزولتا الطفل اللي يولي يشوف مليح يكون احسن دونك هذه مهمه في لو سويفي فو با لاغيتي. بزاف الاولياء يجوا يقولوا لنا وليدي راهو يدير نوادر ما كاش نتيجه النتيجه سي با ينحي نوادر هما تحسب لهم النتيجه سي كبنوا ينحي نوادر يلبسهم مده إيه شغل دواء فوالا مقطع السؤال الاول يقول لك مقطع ينحي وليدي نوادر ماشي إيه. هذا هو السؤال المهم السؤال سك اسكو وليدي راه يشوف مليح بنوادر اسك بنوادر يقدر يتبع مليح هذا هو دونك بالك كاين يا انا نكون كاين كوتي بسيكولوجيك لانه كاين كور اترونجي رايح كاين عضو خارجي رايح يرفق الطفل سي ليماج دو كور كاين اللي ما يحبش يلبس نظاره بالضبط سان كور اترونجي راح يرافق الطفل طول حياته فوالا كيشوف المراه وثاني يديروا كمسؤوليه شغل لازم يلبس هذوك لي لينات الصباح لازم كاين اللي حتى تقول لك نضربوا باش يلبس لي لينات بالضبط فوالا كاين باغ اكزومبل يديروا لهم هذاك لو كوردون باش ما ينحيش كي نقول له انايا صح معليش بون جاوني دي زونفو هكذا يقول لي ديروه لبسي باسكو ما نبانش بابي نقول له معليش نحيوه وما تخوفي سوليسيون نحوه نديروا لي لينات هكذا وشوفوا لي لينات
متشابهين على حسب لي كولور سادير ندخلوا في لوغو فوالا فوالا تري بيان لازم نحسوه بالمسؤوليه لان هذيك المسؤوليه لازم يتحملها سي با لي بارون لازم يعرف بلي هذيك الحاجه تاعو لازم هو يتهلا فيها بور كي لافونس ميو ميو ان فيت لي بارون دي فوا كي يشوف يقول لهم وليدك يلبس نوادر يكونوا يخلعوا ما يتحملوهاش دونك مي لونفون يحس هذيك الحاجه تنقل هذا اي فا با ميتر سي لونيت لونفون هذاك وخاطر ديجا يما بكات كي قلت لها بلي وليدك حيلبس نوادر جي يو دي مامون كي اون بلوري بوندون لا كونسلتاسيون باسكو قلت لهم وليدك يلبس نوادر عندهم سيتي اون فاتاليتي شغل المشكل كيفاش وليدي يلبس نوادر حاجه دونك لو كوتي بسيكولوجيك اي امبورطون لاكومبانيومون دي بارون اي تري تري امبورطون دير هنايا يا نوتر اكزومبل كي ندخلوا باغ اكزومبل في الامهات اللي نلقاو ولادهم دخلت في اطار انه كفيف ما يقدرش يتابع الدراسه هنا حاله هنا سي لا فان سي تادير لازم له مدرسه خاصه بالمكفوفين مثلا كمدرسه الموجوده بالعاشر هنا فريمون يعني الاخصائي النفساني يكون عنده دور باش نحو طفل من المدرسه العائليه ونعاودوا ندمجوه في يعني في دون ان سونتر واللي يعني الكثره راح يكون الخدمه فيغ لي بارون اي لوي ميم تري بيان ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه النصائح وهذه المعلومات هذو اللي في خلاصه القول هي اننا لازم نفحصوا العيون تاع اولادنا وانتم ثاني اطفال لازم تلبسوا نوادر وانتم يا اولياء لازم تكون لا بيريوديستي الدوريه تكون هذا الفحص هذا يكون دوري كل ست شهور اللي عنده نوادر واللي ما عندوش كل عام وكامل وربي يوفقنا ان شاء الله في تربيه اولادنا ونديرهم تحت جناحنا لان اولادكم هم اولادنا سلام من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة في العب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة.